إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. حواريك يا دكتور روشتات الدكاترة اللي قبليك. يا دكتور، قبل ما تكتب علاج حواريك الروشتات القديمة عشان ما تكررش العلاج، اكتب لي حاجة جديدة. يا دكتور العلاجات، بص معايا روشتات قد إيه؟ يا دكتور أنا مش تمام. يا دكتور العلاج القديم انت عايز تورهوني عشان ما اكتبوش تاني. تمام، طيب معلش سامحني، انا ممكن اكتبه تاني، معلش بعد اذنك انا ممكن اكتبه تاني. تمام، طب ما هو ما جابش نتيجة اولاني، ما هو الموضوع مش مطلق، انا مش هكتب لك الروشتة التلات اربع ادوية اسطمبة، اكيد هكتب لك علاج خدته وعلاج تاني ما خدتوش، فالاتنين مع بعض هيجيبوا نتيجة تانية. فأرجوك الكلام الشعبي، الكلام البلدي، الكلام اللي عايز أقوله إيه، الكلام اللي يدمر دايما، الشعبيات والكلام الشعبي يدمر. تمام، فأرجوك العلاج القديم مش لازم تعرضه عليا عشان تحرمني منه. على فكرة أنا مش هكتب لك علاج يختلف عن علاجي القديم من الدكتور اللي قبلي أبدا، مش هيكون يختلف، هيكون اسم واحد تاني. فانت لو وريتني العلاج، وكتير قوي الدكاترة بيعملوا كده، ان هو يبقى عايز يكتب نفس العلاج بس يكتبه من شركة تانية باسم تاني عشان المريض نفسيا يحس نفسيا لما ضرينا المرضى بنفسيا، يعني عشان تريح المريض بتضره، فهمني؟ فاصبحت المشكلة النفسية دي انك انت تاخد المريض على قد عقله، بتضر المريض في الاخر. فارجوك اسمح لي اني اكتب علاج تكون حضرتك اخدته قبل كده، وبالتالي ما تعرضش عليا العلاج اللي قبل كده الا لو انا طلبت، اكون انا عايز اشوف حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته.